احنا اتكلمنا على موضوع بتاع ان المفترض ان في ابلكيشنز بتتعامل مع الايه مع الاي بي اي اللي احنا عملناها دي. احنا عملنا اي بي اي بسيطه جدا بتجت لي كل البوكس. طبعا لم نتطرق لموضوع السكيورتي طبعا وكان ده كله. احنا دلوقتي بس مجرد ان احنا عملنا بترد عليا بنتيجه, عملنا يعني ميثود شيرد ميثود او شيرد سيرفيس او اي بي اي بتجت لي اول بوكس عشان نتستها. طبعا مفروض احنا طبعا شفناها في البراوزر كده ترمي الداتا وخلاص. في المفترض ان احنا نعمل ابلكيشن ما هو اللي بيكونكت مع مين, مع الداتا دي. الابلكيشن ده بيبقى زي ما قلنا بكده اندرويد اي او اس ابلكيشنز انذر ويب ابلكيشن الى اخره. وقلنا ان في طريقه بسيطه جدا غالب الديفلوبرز بيستخدموها, تول جميله جدا اسمها بوستمان. التول دي الغرض منها ان هي تستلك في الاساس الاي بي ايز وتتاكد ان كل الداتا شغاله بشكل كويس وبتبعت صح وبتستقبل صح, وهو لذيذ طبعا وبيرتب لك الدنيا كويس جدا جدا. فممكن يداونلودو مفترض من على الموقع جيت بوستمان. getpostman.com مظبوط, ادي السايت بتاعه. هنخش على داونلود ذا اب. طبعا هننزل نيتف اب. في من طبعا في يعني حاجات ممكن ننزلها على حسب البراوزر وكلام زي كده. احنا ننزل النيتف, هننزل على ويندوز عشان شغال ويندوز دلوقتي 64, وتقول داونلود وهيبدا الداونلود. مظبوط اهو, قال لي بوستمان وهيبدا اسيب. هشوف انا سايب فين وهو هيبدا ايه يعمل له داونلود كده. قال لي موجود, خلاص انت هتسيبه بقى يسيب وهو يعمل داونلود براحته. طيب بعد ما يعمل داونلود هتبدا تسطبه تسطيب عادي جدا بدون اي مشاكل يعني. بوستمان فين؟ البوستمان اهو, دبل كليك كده عشان يقوم ونبدأ نسطبه. نعمل انستول. ويبدا السيت اب معايا, بيقول لي اعمل بقى اكونت. هو كريت فري اكونت, يفضل تعمل اكونت طبعا. اعمل كده اكونت فيك ايميل كده, واي باسورد. قال لي طبعا الاكونت المعمول. قلت له ماشي, ممكن يكون انا عامله قبل كده, ففي الحاله دي نعمل ساين ان. وشكرا. عموما قفلته لان ما عرفتش اعمل, ما افتكرتش الباسورد. افتح البوستمان, افتحه تاني. المفروض هو عمل اسكيب او انت دوس على اللينك بتاع الاسكيب. وبعد كده كان بقى فتح لي بقى ايه اول شاشه في البوستمان, بقى بيوريني الشاشه بتاعته بتشتغل ازاي وكلام زي كده, والمفترض انا اعرف هو بيشتغل ازاي. طيب ازاي اعمل اتحرك في البوستمان؟ عندي الاول بيطلع لي بلوكس او كرييت نيو بلوكس. الفكره كلها هنا هو ان انا عندي حاجه اسمها ريكوست, حاجه اسمها كولكشن, حاجه اسمها انفايرمنت, اي بي اي دوكيومنتيشن بيساعدني ان انا اعمل دوكيومنتيشن للاي بي اي, موك سيرفر ومونيتور يراقب وكلام زي كده. طيب الفكره ببساطه بدل ما نخش في التفصيله دي, طبعا المفروض تعمل انفايرمنت معينه
بعد كده تعمل بقى كل ريكوست تعمله لوحده وكلام زي كده ويطلع لك الموك اي بي اي او الاي بي اي والكلام ده كله. هنقفل كده الاول وخلينا نتعرف على الشاشه الرئيسيه الاساسيه بتاعته. الشاشه الاساسيه بتاعته المفترض ان الجانب الاولاني دوت بالنسبه لنا بنسميه السايد بار سيكشن، بيبقى فيه الهيستوري، بيبقى فيه انت عملت كونكشن على كذا وعملت كونكشن على كذا وعملت كونكشن على كذا وكلام كونكشن. وهنا كولكشن بيجمعهم بقى، بيرتبهم لك جروبس، يعني ممكن تقاد وتعملهم ايه جروبس لو انت بتعمل اتصالات كتير جدا. الجانب رقم 2 اللي هو الحته اللي فوق السودا دي اللي هي الهيدر دي، الهيدر دوت بالنسبه لنا بيبقى فيه طبعا النيو لو انت عايز تعمل نيو ريكويست نيو كولكشن انفايرمنتس، اللي هي الشاشه اللي كانت طالعه لنا من شويه في الاول لو انتوا خدتوا بالكم، يعني مش دي اللي هي كانت طالعه في الاول خالص، اللي هو كان فيها منيو الريكوست كولكشن انفايرمنت والدوكيومنتيشن والموك والمونيتور. طيب وفيها برضو الحته بتاعه الماي سبيس، ولو انت عايز انفايت حد ومش عارف ايه، وشويه ايقونات بقى لللايف مش عارف ايه والسيتنج والساين ان والكلام ده كله اللي هي الساين ان اللي كانت مفتوحه لنا وهكذا. طيب وما عرفتش نخشها فانت بتدوس هنا على سكيب، يعني ترجع هنا. طيب ده الهيدر. الجزء الثالث اللي هو البيلدر سيكشن، وهو الجزء الحته دي، يعني ده كله الحته دي كده بالنسبه لنا، ودي بقى من اهم الحتت اللي احنا بنتكلم عليها لان هي دي اللي هيبقى فيها الشغل كله، لان طبعا هنا اهم حاجه بيبقى عندك التبات، دي بتبقى عباره عن كونكشنز انت عمال تعملها ونجرب فيها مع بعض. ماشي. هنا طبعا ميثود جيت ولا بوست ولا بوت ولا ديليت وبقيه الايه الحاجات اللي ممكنه كلها. هنا بنحط اليو ار ال بتاعنا، السوريزيشن لو احنا في عندنا حاجات حطيناها تخص سكيورتي، الهيدرز البادي البريكويست التست مش عارف ايه الكلام ده كله بيتحط له. الجزء الاخير اللي تحت النقط ده الريسبونس، وده الحته اللي بنحط فيها الرد او اللي بيرجع لنا فيها الايه الرد بتاعنا. خلاص. طيب يبقى هنا الهيستوري طبعا بترتب لك هنا بالتاريخ، الكوليكشن انا بنحط فيه شويه بنجمعهم بامكانيات معينه. ماشي. على العموم خلونا على طول نقول بدل ما نقعد نتكلم كده في حاجات كده منفصله، خلونا على طول نقول ان البوستمان دوت بيساعدك انك تتست الشغل بتاع الاي بي اي، وفي نفس الوقت اكنه سيستم معمول وبيتكلم مع الايه بدل ما تقعد وبيتكلم مع الاي بي اي اللي انت عملتها بدل ما تقعد تعمل اي ابلكيشنز ثانيه. فطبيعي في حال طبيعه الحال لما يجي بنعمل اي بي اي بنتست على طول بالبوستمان او ما شابه، في برامج كتير مشابهة عشان نقدر نتست اللي احنا عملناه ده كان سليم ولا لا من قبل ما من قبل ما الناس اللي هتبرمج ورانا، سواء كانت برمج مثلا اندرويد فمش لسه هم هيبرمجوا وبعدين يطلعوا ايرورات، فاحنا المفروض عملت ميثود فعايز تستهوى واجيب النتيجه وكله تمام واقول له خلاص استلم الايه اللي انت عاوزه.